أنا أسألكم سؤال أرجو الإجابة من الجميع. ألا تعلمون كما يعلم كثير من الناس أن الذي أفتى بتحريم المظاهرات الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان تعلمون هذا ولا تعلمون؟ نعم. تعلمون؟ بالله لا تجاملوا، تعلمون هذا ولا تعلمون؟ عطني كتابه. كلكم متأكدين؟ كلكم متأكدين؟ لكن انظر إلى حامد بن عبد الله العلي ماذا يقول عمن أفتى بتحريم المظاهرات. هذا اللي ذبحه صار مطلوب بهالطريقة، هذا ذبحه. وأنا إذا رديت عليه بقول غفر الله له، الله يهديه، غفر الله لوالديه، الله يحسن خاطره. ما أسب. السب هذا سباب المسلم فسوق، ليست من أخلاق المسلم السب. لكن رد علمي. شو يقول حامد العلي في موقعه موجود، وأنا لما قريت الكلام في هذا الكلام، هذا قاعد يرد على حامد، مو كتاب حامد، رحت الموقع نفسه وتأكدت. خاف إنه غلط، خاف إنه في زيادة. إيش يقول؟ عندما قال اسم حصاد الأنام في الخروج على الحكام من في موقعه، يقول اندحار فكر الانبطاح وثقافة الخنوع وسقوط رموز هذه الفرقة المرجئة الضالة التي انتشرت ديدانها، اللهم التي تقتات من مستنقع فكر الهزيمة، اللهم في العقد الماضي مع انتشار مكاتب CAAE في بلادنا فقد خرئت عليها الشعوب العربية. انت عرفتم اللي أفتى بتحريم المظاهرات والثورة؟ متأكدين؟ ايش يقول؟ فقد خرئت عليها الشعوب العربية وهي في طريقها للتغيير، ولما رجعت الشعوب من انتصارها على الطغاة وجدتها ولما تزل في حفرة خرائها فأكملت عليها تارة أخرى حتى لا يخرج هذا الفكر من هذا المستنقع أبد الدهر، فهذا هو مكانه الطبيعي أصلا، ما كان ليغادره، وإنما كان قد تصدر هذا الفكر المريض بقوة السلطة الطاغية وبأمر استخباراتها الباغية، فهناك تبلل وتزين لحاهم النتنة في مراكز البوليس وتعين مناصبهم الدينية بالتنسيق بين المكاتب الأمنية وإبليس. حامد العلي في العلماء الذين يحرمون الثورات والمظاهرات. هذا الكلام ليش ما يطلع فلان؟ وما سمعت المقال عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا ما يجوز عشان واحد من ربعكم يقول كلام هذا في العلماء. وبالتسعينات قال الذي يحرم المظاهرات إنما في عقله لوثة في مقال في جريدة الأنباء، والآن يقول خرأت وحط بحفرة وخرئوا عليها وأطلقت لحاهم النتنة في إيش؟ في مكاتب الأمنية والتعاون مع إبليس. هذا الكلام يجوز؟ هذا الكلام يجوز؟